فيها بابا. غسلت النوعية؟ هخش أكمل. ترد على التليفون ده وتخلصنا يا سيدي. لا يا حاج، ده حد مش مهم. ما طول ما انا موجود هنا مفيش حد مهم بيطلبك، كل حد مش مهم، مش كده؟ هو في حد اهم منك يا حاج برضه؟ ده والله يا ابني. ما ترد بقى، يا ترد. بقول لك يا ولا شوي، انزل اسرع في الحاره شويه، روح اقف على المصر. روح. لا لا يا حاج، انا عايز اقعد معاك شويه. استغفر الله العظيم، ربنا يهديك يا شوي يا ابن زينب. عارف يا واد يا شوي يا ابني، زمان وانا عيل صغير وانا اصغر منك بكتير، كان جدك الف رحمه ونور عليه. طيب لما قوم انا بقى؟ قومي فيه، مش لما تسمع الحكايه يا زينب. يا اخويا انا سمعتها كتير قبل كده، سمعها له هو. معلش اصل انا تعبان، عايز ارتاح شويه. طب يا اختي خشي ريحي. ما تروح، روح ريح ورا امك. لا 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 يا حاج، انا عايز اسمع بجد يا ولا. زمان يا شوقي وانا اصغر منك بكتير، جدك الف رحمه ونور عليه قرر ان احنا نسيب البحيره وننزل نعيش في القاهره. ستك الف رحمه ونور عليها اول ما عرفت الموضوع ده عملت مندبه، اصل الله يرحمها كانت فاكره ان مصر دي كباريه. اه والله كباريه، وان اللي ينزل يعيش في مصر يبقى ضاع باظ. الظاهر ان كان عندها حق. ليه بس يا حاج؟ ما انت اتربيت في مصر، يعني بسم الله ما شاء الله يعني. انا انما انت مش ما شاء الله. معلش يا ابني ما تزعلش مني، انا نفسي يا شوقي اشوفك كويس، نفسي افرح بيك. عارف يا ولد، اول ما نزلنا مصر جدك الف رحمه ونور عليه وداني كتاب الشيخ ابو سريع. يا سلام، كانت ايام. انا اتعلمت في الكتاب ده صح، اتعلمت القران والنحو واللغه. شوف انت واخد دبلوم ما بتعرفش عربي كويس وبتغلط في التشكيل وانت بتقرا قران. ادي اللي انا شايفه منك. يعني لو كنا فضلنا في البحيره كان حالنا بقى غير كده خالص. يعني يا حاج، هم اللي متربيين في بلدنا طالعين 10 على 10 في العربي. طب ما هو في ناس ما تعلموش من اساسه وشغالين في الارض. انا مش قصدي كده بس، انا قصدي الحياه بشكل عام. يعني تفتكر في حد في بلدنا هناك ممكن يقص شعره قصة زي اللي انت كنت عاملها، ولا يلبس بنطلون ساقط من على وسطه؟ في حد يعمل كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ترد على التليفون وخلصني. خلاص يا حاج، كنسلته اهو، كنسلته. كايه؟ كنسلته. انت بتجيب الكلام ده منين؟ الملف الساعد يا ولد. ما هو ده بقى يا حاج اللي انا عايز اقوله لك. احنا جيل مختلف عنك خالص يا حاج، احنا لينا تفكير تاني وكلام تاني ومتطلعات تانية خالص يا حاج. تفكير ومتطلعات؟ طب ممكن تطلعني على المتطلعات دي؟ ممكن تديني نظرة كده لتفكيرك؟ شايف مستقبلك ازاي؟ قول، سمعني، اطربني. يعني يا حاج، يعني انا نفسي اشتغل شغلانة كويسة يجي لي منها قرشين كويسين قوي، واشوف لي بنت كده اتجوزها تكون كويسة ويكون اهلها ناس كويسين قوي، ويعني نعيش في حتة كويسة ونخلف عيال كويسين قوي. كله كويسة كويسين قوي، مفيش سيرة ربنا في الموضوع، مفيش ربنا يقدرنا، ربنا يكرمنا، ربنا يسهل لنا، مفيش حاجة صعبة قوي تقدر تعديها وتتجاوزها، كله كده. استغفر الله العظيم يا رب. عرفت بقى اللي انا بقول لك عليه؟ خسارة، جيل تافه، جيل ملوش أي طعم ولا أي معنى. رد رد يا أخويا على التليفون، رد. ما الحكومة عملت لكم موبايلات كويسة عشان تبعدوا عنها أوي وتضيعوا وقتكم في كلام فارغ أوي، وهي تلم من وراكم فلوس كتير أوي أوي. روم قوم يا واد من وشي، قوم ريح جنب أمك عشان تنام نومة كويسة أوي. قوم، ربنا يهديك يا شوقي يا ابن زينب. استغفر الله العظيم يا رب. قولي نعمل ايه يا سعد يا اختي؟ اجلي الدخول، هما هيذبحوكي يعني ولا كانوا هيذبحوكي؟ انا اتفقت قدام الاستاذ تمام، والجمعيه دي محدش كان عارف عنها اي حاجه. اسمعي،
انا عندي حتتين مواعين ما تبلوش، وديهم لمبيض النحاس هيخليهم قشط وهم يسدوا. يا لهوي، انا كمان هاخد نحاس الكساتيه. يا ولية وانا بحتاج ايه؟ ده هما الحلتين وكام طبق، ما انتي عارفه ما فيش غير انا والراجل. عادل ابنك اخباره ايه؟ جيبليش سيرته. طب بس الله، في ايه وانا كل ما اسالك عنه تعيطي؟ اختي انا مش عارفه اجيب الاسود دي كلها منين. هي الغربه بتعلم الناس الاسود كده. 10 سنين من يوم ما سافر ما بعتليش الا جوابين 20 جنيه استرميني من بيتهم، عملوا ساعتها 200 جنيه. يا لهوي 200 جنيه بس؟ انت ربنا ما يحوج الشمال لليمين. اه يا اختي، ربنا ما يحوج حد لعياله ابدا. امين امين. مش حاجة فلوس بالامانه، ما هي فلوس، حاجة اني اشوفه بس يا اختي بقى. الواد وحشني قوي. النبي عارفه بس بقى. استغفر الله العظيم. القصد اجيب لك النحاس بكره. اعمل ايه؟ انطار القطن ب 500 جنيه. شوف انت، مرتبتين ومخدتين كبار ومخدة صغيرة، هياخدوا قد ايه دول؟ عم بيبكي وعم بيضحك. ربك هيعدلها. قولي يا رب، قولي يا رب. يا رب. انت جيت يا مالك؟ مين بدري؟ وما نبهتش عليا ليه؟ ما انت عارف انا فين. انا كنت جاهز اي لقمه وسلام. ما تنساش لما تروح البلد تبقى تجيب لنا حتتين جبنه قديمه، هم بينفعوا. انا فكريه عامل ازاي الموضوع الجماعي؟ اسكت يا ماهر، ده باينها مش هتطول ابيض ولا اسود. ولا هتطول مليم احمر. الواد سعيد ده بحر عويص. اه صفيه دي غلبانه، ربت البنت بطلوع الروح وهي مش عارفه تجوزها. انا قلت ادي لها حتتين نحاس وهم ينفعوا. ايوه ايوه، افضل انت فارق يمين وشمال وفي الاخر ما تلاقيش حد يديكي حتى عيالك. هو الواد عادل ما كلمكش؟ بقى يخاف يكلمني لاطلب منه فلوس. لا واد ولا بنت نفرونه. نسيهم يا سعديه، نسيهم. انت محتاجه حاجه؟ لا يا اخويا، نشكر الرب. يعني هموت من الجوع؟ ما سمعناش ان حد مات من الجوع. وحتى لو هموت من الجوع عمري ما هطلبها بلساني، وهي مره وانعادت تعود، وانت السبب. اسكت يا ماهر، قال انا قلبي بيوجعني كل ما بفتكر الحكايه دي. يجوا يتفرجوا على ام محمد بيض، ده ابنها بيبعت لها كل شهر شيء وشويات، اشترت حته ارض وبنت بيت في الفصل يرد الروح. بص يا سعديه، انا لا عايز ابني ولا عايز اشتري، انا عايز اجد بيت عمري مستور. امين يا اخويا امين. فدرسنا اليوم عن كيفيه اصلاح الحياه. الحياه اللي لهيانه، الحياه اللي سرقانا، الحياه اللي واخدانا من الدين ومن العباده، الحياه اللي كل ماده بتبوظ زياده وبتتلخبط زياده وبتتعقد زياده، الحياه اللي ما عادش فيها امان. طب ليه ما عادش فيها امان؟ لانه ما عادش فيها ايمان، واذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. اذكر الله، قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. يعني ايه جعل الفناء لها قرينا؟ يعني اللي عايش ما عندهوش دين عايش والعياذ بالله في خواء، في فراغ، عايش ميت. سمعوني الصلاة على حضرة المصطفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم. إزاي تربي ولادك؟ ما هو أنت المسؤول الأول عن ولادك وعن أهل بيتك، لأن أهل بيتك دول رعية، وأنت إيه؟ أنت إيه؟ الراعي. واحد منكم هيقول لي ما هو برضه يا استاذ تمام العيال مكبوته ما بتخرجش. اقول له هذا قول باطل.
واحد تاني يقول لي معلش العيال بيدخلوا النت عشان يشوفوا الدنيا، اللي بيدخل النت بيشوف الرذيلة والنميمة وقلة الحياة، اللي بيدخل النت بيخرج من الدين. النت يا مسلمين معقل الشياطين. واحد تاني هيقول لي ما يا استاذ تمام البنات عشان يتجوزوا هم لازم يخرجوا عشان العرسان يشوفوهم، او على الاقل يدخلوا النت عشان الواحده فيهم تستلقط عريس يجي ياخدها. اقول له خدك ربنا يا سيدي. استغفر الله العظيم، عريس ايه اللي هيجي ياخدها؟ امال امك وابوك اتجوزوا ازاي؟ وستك وجدك اتجوزوا ازاي؟ ستك وجدك اتعرفوا على بعض في الفيسبوك؟ لا ما كفاش. كانوا بيعملوا شات؟ ستك وجدك كان بيعملوا شات مع بعضيهم ولا ايه؟ لعنة الله على الفيسبوك وعلى كل اخواته البلتوك والماسنجر وكل بدعة جديدة، ولعنة الله على الشات واللي بيعملوا الشات، ولاد وبنات ورجالة وستات.